ب 29 الاول 2014 كان نهار مفصلي بحياتك، كيف بلش نهارك؟ كنت نايمه بوعصات عالم عم بتعيط عم تقول الله اكبر الله اكبر. وانت نايمه؟ نايمه اه. وعيت على انه ليش شوفي شو صاير؟ قام بلاقي ابني جاي من البلكون وعم يرجف ومتلبك، قلت له شوفي، قال لي مامي سوسو، عم بيقول لي انه سيدرا. شبق قام قال لي سوسو، ما بطل يعرف يقول شيء، شبق انا فكرت عم تاذي شيء يعني. قمت بسرعه يعني لشوفها، بلاقي العالم عم تقول بنت مين هيدي اللي وقعت؟ ما بقى فيني اقرب على البلكون، قام جوزي نزل بنتك بسرعه. بنتك قد ايه عمرها؟ سنه وشهر. سنه وشهر؟ وقعت على البلكون؟ من اي طابق؟ من طابق السادس. بنتك عمرها سنه وشهر وقعت من طابق السادس. قدرت تشوفي بنتك بوقتها؟ لا ما قدرت اقرب على البلكون ابدا، حتى ما صدقت يعني، لحتى برمت البيت غرفه غرفه لحتى تاكدت انه هي، ما صدقت انه هي يعني. تلبكت طلعت الجارة قالت لي الحقي بنتك بسرعه، بنتك وقعت اخذوها على المستشفى. حتى ما بعرف، ما بتذكر كيف نزلت، كيف رحت يعني. الطريق كان كلياته 10 دقائق من هون للمسفح، حسيته شي ساعة ساعتين. أي سيناريوهات بلشت ترسمي براسك أنت ورايحة على المستشفى؟ خلص قالت ماتت بنتي. 50% من حالات السقوط المميتة للأطفال بتتراوح بين علوها 12 و15 متر، والسقوط من طابق السادس 20 متر يمكن أن يؤدي بنسبة 99% من الوفاة لشخص بالغ. وفق اختصاصيين بجراحة العظم، وصلت على المستشفى؟ قالوا لي إنه بنتك وصلت على المستشفى ميتة. قلت لهم كيف؟ قام قالوا لي إنه هلا بس هلا الحمد لله يعني، من بعد ما عملنا لها نفس اصطناعي وهيك رجعت شوي، بس هلا بدنا نشوف شو صار، إنه شو صار معها، إنه شو تضررت يعني من الوقعة. بعد شي نص ساعة بفوتوها على التصوير، طلعت قالوا لي إنه بس مكسورة ريشة بصدرها، عملت لها نزيف برية وصار معها ارتجاج بالدماغ. يعني مثل ما قالت سقطة من طابق السادس، هي حكما سقطة ما في أمل من النجاة منها غير بنسب كتير كتير ضئيلة، وبنتك كانت يعني من الناس اللي بينجوا من هيك وقعات. هل في شيء معين خفف من 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 السقطة قبل ما توصل على الأرض؟ هلا قالوا لي جيراني انه وقعت على مثل شريط كهرباء عريض، هو بعلي طابق كانه هدت فيه وقعت على الارض من بعدها. ايه يعني من سقطه من طابق السادس ايضا نجت باعجوبه مره ثانيه علقت على شريط الكهرباء. يعني الحمد لله على السلامه مره ثانيه انه بنتك ما تكهربت. انا ما صدقت، بس بعدين شفت انه هو معلم شريط، سلخت الشريط معلمه على اجره، كانه هدت باجره ووقعت. اليوم شو وضعها سيدرا؟ هلا الحمد لله يعني يوم عن يوم تحسنت. هي اول شيء ما كانت عم تشوف، ايديا واجري ما عم تحركهم، الحمد لله يوم عن يوم تحسن. بس هلا بقي لسه ما مشيت يعني، كانت تمشي وكل شيء طبيعي، هلا ما عم تمشي. شو عم بيقولوا لك الاطباء؟ شو عم بيطمنوك الاطباء؟ هلا ما طلبوا لها صوره ارقام لراسها، الحمد لله ما في شيء يعني. اليوم صار لها تقريبا الحادثه، وقعت من شهرين؟ شهرين ونص لثلاث اشهر. بس بدي ارجع للحظات، بس مشان يكون يعني موضوع الاهل يقدروا اللي عم يحضروا، وتكون يعني الحمد لله على سلامتها، تكون عبره يعني الحادثه اللي صارت للاهل التانيين اللي عم يحضروا. كيف قدرت انت ونايمه بنتك توقع من طابق السادس؟ ما كان في حمايه حاطين، مش مسكرين البواب يعني، بعض امور اساسيه. بلا مسكره الباب، بس عندي ابني وعي قبلي، هو عمره 3 سنين، كثير شقي، فاتح الباب وهو حاطط كرسي يعني على البلكون، ولحتى عربشت ووقعت.